عمرك صرخت بصوت عالي، عمرك صرخت بصوت عالي وقلت وحشني يا ناس. حقق كليب حبيت من قلبي عدد كبير من المشاهدات منذ بداية طرحه بأيام قليلة على اليوتيوب، وكأن جمهور مروة ناجي في الوطن العربي كان ينتظرها منذ ظهورها في برنامج ذا فويس، وهذا ما لم تتوقعه مروة أبدا خالص خالص. يعني أنا اتفاجئت زي الناس أول يوم، يعني قلت أصلا هي نزلت في يوم نهاية كأس الأمم الأفريقية، فقلت يعني الحمد لله فقلت يعني مش هتتشاف أكيد النهاردة كويس، وفعلا الناس كانت مهتمة بالماتش وبنهاية الكاس. تاني يوم بدأت أنام واصحة ألاقي أرقام غير اللي أنا متخيلها خالص. واخذت مروه خطوه الكليب بدعم قوي جدا من فريق عمل الكليب. بصراحه في الاول حابه اشكر الشركه عندي، لان الشركه كانت هي اللي قدمت كل الدعم وكل السبورت. كلمت محمد رفاعي الشاعر الكبير وصديقي العزيز محمد رفاعي، قلت له رفاعي عايزه اغنيه جديده، ودي تعتبر اول سنجل رسميه بالنسبه لي. رفاعي بدا يبعت اللحن بقى للموزع الكبير عادل عايش، بدانا في قعدات بقى شغل انا وعادل ورفاعي، وشويه نغني شويه نغير في المزيكا شويه، الشركه معايا انا بعت لها. فبصراحه كان كرو العمل كله كان بصي في حب بجد، حب مش طبيعي. تصوير الكليب تم بالكامل في لبنان على يد المخرج اللبناني فادي حداد، والذي كان هدف اساسي المروه تتمنى تحقيقه في اول كليب ليها. المفاجاه اللي كان عاملها لي شركه لايف ستايل ستوديوز كان اختيار المخرج الكبير فادي حداد، ودي فعلا كانت من اروع المفاجات اللي حصلت لي، لان انا كمان وانا صغيره كان في حاجات كده في حياتي نفسي يعني تتحقق، من ضمنها نتعاون مع فادي حداد. فادي كان مختار مكان تاني تصوير بره مصر برضو، بس الباس شوية ما جاتش، فوقع الاختيار على لبنان. صورنا في ثلاث أماكن مختلفة، صورنا الكليب تقريبا في يومين. فادي حداد بقى أول يوم بقى أنا راح أشتغل بقى، أنا متخيلة بقى التصوير مثلا أقصى حاجة 12 ساعة 14 ساعة 16 ساعة، أول يوم 24 ساعة كاملين. وعلى الرغم من ان خطوه الكليب جاءت متاخره نسبيا، الا ان تجهيز الالبومات بيحتاج وقت طويل لتحضيره. مش ناقص عطله اكتر من كده بصراحه، اتاخرت كتير، المسرح اخذ مني وقت كتير، التمثيل اخذ مني فتره طويله، فخلينا نركز في الغنى عشان اعمل البوم دلوقتي، انا محتاجه فتره كبيره تانية. فانا شايفه ان السينجلز اسلم حل، بحيث انك تبقي متواجده للناس ومتواجده للجمهور على طول. وفي الفتره القادمه ستتواجد مروه في عمل جديد وحفلات غنائيه مختلفه. دلوقتي بنجهز برضو كليب جديد مع شركه لايف ستايل ستوديوز، الحمد لله بعد نجاح الاغنيه قررت ان هم نجهز غنوه جديده، وبدانا فعلا ان احنا نبتدي ندور ونشوف شويه حفلات بقى. في عندي حفلة في مهرجان القلعة يوم 20 شهر 20 في 20/8 اللي جاي، وفي مهرجانات الصيفي في أوبرا اسكندرية مسرح سيد درويش.